هناك مبادرات لبعض المدرسين تستحق أن نسلط الضوء عليها. فعالية للأستاذ حازم، وهو أحد المدرسين في مدرسة محمد بن أبي بكر الابتدائية وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي في محافظة ذي قار. الموضوع في اللغة العربية عن المثنى وعلامات إعرابه، فنشاهد. وهذا المفرد يقول علاماته غير الشيء عن المفرد المثنى، وجايب واحد المثنى ويوميا يطلع له موضوع جديد. عم اول مره انا ما اسلم، السلام عليكم. اعرفكم بروحي، انا حج مفرد وهذا استاذ حازي. من بدا الدوام لهسه يوميا حاطني فاعل، يوميا مفعول به، يوميا مبتدا وخبر. ولما صرت شايف هسه مطلع له واحد جديد اسم المثنى وعلامات اعرابه تختلف وما ادري شنو. عم وين المثنى؟ والله خلينا نشوف وين المثنى. انا المثنى، انا الاسم الذي يدل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او ياء ونون على مفرده، ونوني مكسوره دائما. والله عم هذا الحكي ما ادري منين جايبه وشلون تاليته وياك. وينهم والله ذول الالف والنون ربعك وينهم؟ خلينا نشوفهم، خلي يجون. عملت يا هو؟ انا الالف علامه رفع المثنى. وانت منين عمي؟ انا الياء علامه نصب وجر المثنى. وانت عم داعمتك ستوته شنو؟ مكسوره دائما. مكسوره دائما، اظن مدعوم هذا بستوته مثل شنو الطرقاعه. والله ما ادري دول يحكون اظنهم معلم ومرتبين حكيهم، واظن ما ادري كم يا جماعه شلون بالله هسه. خل نشوفهم بالله، خل نشوفهم بالجمل يا الخامس. عم طلعوا لنا جمله بيها فعل وفاعل. عم هذا الفعل نجح، فعل ماضي مبني على الفتح، هذا اللي علمنا عليه هاي معلمينا كلهم. والمجد فاعل مرفوع بالضم. عمي انت المثنى تقدر تسوي هذا مثنى؟ شلون تسوي مثنى هذا الاسم؟ نعم، نزيد على المجد الف ونون فيصبح المجدان.